مش عاوز الكلام لتقديم العزاء. ايه في ايه؟ انا ده الواحد مستغرب ليه الناس تبقى كده؟ فالحقيقه واجب كبير قوي من الاعلام انه يخفف من العبارات بتاعه المنافسات. طب احنا معانا واحد حبيبك قوي وحبيبنا كلنا، وانا كان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاه فتره، الدكتور عبد المنعم عماره. اوه دكتور عبد المنعم، الفل يا دكتور مصطفى، انت والاستاذ الكبير استاذ الجميع. الله يخليك. ربنا يخليك. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا معالي الوزير؟ بسمع كلامك يومين ورا بعض يا مصطفى، ده كتير علينا. لا ربنا يخليك. انت بقى مش ناوي بقى تفضلنا نفسك شويه عشان نعمل حلقه كده؟ لا والدكتور كمال لسه شايفه برضو من يومين. فعلا فعلا. اهلا دكتور كمال بيه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بيه دكتور. احنا كنا بنتكلم في قضيه مهمه جدا دلوقتي. الاول الدكتور عبد المنعم عماره رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، كان الوزاره بتحط لائحه موحده لكل الانديه، دلوقتي الوزاره سابت كل نادي يحط لائحه لوحده، وعشان كده لقينا المشاكل زادت قوي على الساحه الرياضيه. انت راي حضرتك ايه؟ بص يا دكتور مصطفى، انا كنت بكلم الدكتور اشرف في اجتماع وكان حاضر الاستاذ الدكتور كمال بيه. انا قلت ان انا كان عندي صلاحيات كبيره جدا لا يملكها للاسف الشديد الدكتور اشرف بيه صبحي، وهو راجل عظيم وشخصيه يعني وزير ناجح ومتالق يعني، لان انا كان عندي كل حاجه. هو الراجل يعني اختصروه في الشؤون الماليه والاداريه يا جماعه، والكوره والباسكت والهاند بول واللجنه، كل ده راح للاوروبيه. فطبعا هو الراجل بقى معذور، انت طبعا كنت زميل معايا وكنت شايف ان احنا عندنا صلاحات كبيره جدا في الفتره دي، والدكتور كمال كمان من الناس اللي ساعدوني جدا في الفتره دي، وعملنا سوا مدرسه الموافقين وحاجات كتير قبضه يعني. صحيح. فانت اللوائح هيحط اللوائح الدكتور كمال، وهو اللجنه الاوروبيه يعني المجموعه اللي حطت في، كان الدكتور خالد عبد العزيز وكان الدكتور حسن مصطفى، وانا شفت الدكتور حسن مصطفى الدكتور خالد عبد العزيز دكتور عالم في السويد، يعني كتير كنت مختلف معاه يعني، تخيل في الشارع واحنا ماشيين، لانه هم قللوا حجم وزاره الشباب والرياضه وحجم الدوله. طب يا جماعه الدوله هي اللي بتدي الفلوس، طب ازاي بقى معاك اي حاجه خالص؟ يعني حاجات كانت صعبه جدا. فانا الحقيقه بعض دكتور اشرف ودكتور كمال بيه طبعا فاهم، زميل معايا في الفتره دي وعملنا شغل كتير جدا. فطبعا يقال او يتردد يمكن الاستاذ دكتور كمال بيبعت، هل فعلا في تعديل؟ دكتور اشرف صبحي قال لي في تعديل، انا اشك ان يحصل تعديل، ان يدي يعني رينج واسع للوزاره. وانا بذكر الكلام ده، معرفش الدكتور كمال درويش حضر الكلام ده ولا، ما انا كنت نايب في السبعينات. صحيح. وكان عضو في لجنه الشباب ورياضه مجلس النواب الشعبي. وكان في متبني قصه انه يقللوا حق وزاره الشباب والرياضه الراجل العظيم الدكتور دمرداش، وكان دكتور محمود القاضي اللي هو كان نادي الاتحاد الاسكندريه. وطلعوا قانون العافية بانه الوزاره ما لهاش اي دور غير الشؤون الماليه وانا يعني قمت اتخانقت وعملت واتكلمت والكلام ده كله، ما كنتش وزير ولا نائب بس يعني. وكما توقعت قلت لهم بعد سنه اتغير القانون ورجعت اصلاحات ثاني لوزير الشباب والرياضه في الفتره اللي بعدها. فهي انك انت لا تديني صلاحيات، تديني صلاحيات طب اشتغل ازاي؟ وانت طبعا كنت اشتغلت رد عليهم في الوزاره كتير وعارف كله يعني. طيب الدكتور كمال بقى هيكلمك بقى شويه، ويا ريت تغيروا الجزئيه دي، لان الجزئيه دي والله يا دكتور عبد المنعم صعبه جدا دلوقتي، لان كل واحد بيحط اللائحه اللي على مزاجه واللي تناسبه هو، مش تناسب النادي او تناسب الالعاب اللي موجوده في النادي. والنتيجه طبعا الانديه الشعبيه بتنتهي. طبعا. الانديه الشعبيه ثابته بيحصل فيها يعني. طبعا. الاهلي يبقى نهار، الاتحاد يبقى نهار، المصري يبقى نهار، كام نادي يا مصطفى انت كنت يمينك كان تلعب كوره، كان كام نادي شعبي؟
انا ما لعبتش كوره دكتور. انت نجم النجوم. الله يخليك، ربنا يكرمك. انت كنت تعمل الكره الطيب تجيب الجون والناس تسقف له وانت اللي حاملها. انا كنت بسقف له كمان. دكتور كمال درويش معاك يا دكتور اهو. دكتور عبد المنعم، الحقيقه دور زي ما سيادتك قلت الوزاره تقلص جدا، بس هي طبعا الدكتور اشرف قدر ان هو يخرج من قضيه الانديه ويعمل شغل لحاله، ودي بقى اللي احنا زي المشروعات القوميه اللي اتعملت وانتشرت والبطل الاولمبي، وزي ما حضرتك عملت مدرسه الموهوبين وبعدين جه اللي ورا لغى وقلل. يعني الحقيقه هي دي قضيه اساسيه، لازم الوزاره هي ممثله الدوله ولازم يبقى في ايدها، خاصه في الانديه، لان كمان الانديه المصريه انديه ذات نظام يعني نقدر نقول عليه فريد. يعني النادي فيه نشاط اجتماعي ونشاط ثقافي ورحلات ومصايف، فالموضوع مش 26 لعبه، وبعدين بياخد 24 ولا 26 لعبه، وبعدين كل ده دخل نظام احتراف. نعم. تجيب فلوس منين؟ النادي الانديه الجماهيريه فلست يعني فعلا. نعم. يعني يا مديون، كله متداين. فطبعا هذا الامر لازم يختلف. لما ناخد دلوقتي الانديه اللي في اوروبا اللي هم المعروفه، زي مثلا نادي ليفربول. نادي ليفربول نادي كوره، شركه. نعم. لها ملاك بيت وبيكسبوا من النادي، وبيروح للعبه يجيب لعيبه على مستوى عالي بتاع يكسب، لما يكسب كمان ياخد فلوس. اكيد. يعني البطوله يعني مثلا بطوله اوروبا 70 مليون يورو طبعا المكافاه، يعني مكسب عندك غير 70 مليون يورو، ان كمان المواصلات على حساب اللجنه المنظمه. انت هنا افريقيا تلعب افريقيا تكلفك دلوقتي 10 مليون جنيه الماتش الواحد، تروح جنوب افريقيا مثلا وترجع تكلفة برضو تاني طبعا عليك طبعا، وبعدين يعمل لك في الاخر اخيرا عملوا المكافأة، رفعوا المكافأة مش عارف 2 مليون ولا 3 مليون. 2 مليون. طيب ايه 2 مليون بقى بالنسبة للشغل ده؟ نعم. لازم تخسر. نعم. ففي امور كتير لازم تتغير. يعني انا متصور ان الاندية ما بقاش فيها 24 لعبة، ما ينفعش 24 لعبة وبعدين من تحت السن، الاتحادات بقى من تحت السن وتحت 12 وتحت 14 وتحت 16 وتحت 18 وتحت 20 وبنين وبنات، واول ما يوصل 18 سنه يقول لك اعمل لي عقد. ما دي مشكله. فطبعا النظام نفسه عاوز يتغير، يعني السيستم بشكل عام عاوز يتغير، ونبص العالم عامل ايه ونعمل زيه. اكيد. طب دكتور عبد المنعم، وانت مسؤول عن الشباب والرياضه في مصر، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، كان الدكتور كمال درويش موجود في نادي الزمالك، كانت العلاقه بينكم ازاي؟ علاقه دكتور كمال، اولا من الناس اللي معجبين بيه، وبعدين خد بالك احنا في القناه مع بعض، يعني اسماعيليه وبورسعيد، هو اسماعيليه وانا اسماعيليه وبورسعيدي. اثنين الزمالك الفتره دي انا حطيت مجلس الاداره. تذكر المباراه اللي كانت بين الاهلي والزمالك، كان فاروق جعفر المدرب وجال تواجه واحد وانسحب النادي ده، كان متخلي قدامي الا انه احاول فاهم معاه. كان الدكتور كمال ما كانش موجود في الفتره دي. نعم. انا حاولت وبعت هانف طالب ربنا يديله الصحه والعمر، كان جهاز انه كان رئيس كابتن سله عنده، وحاول كان مرتضى منصور كان عضو عادي، وكان راجل اسم جلال طبعا استشار جلال رهيب، وحاولت ما حصلش، ما قدرناش نرجعه، واصروا على وبعدين سحبوا كل المنتخبات اللي بلعب كل اللعب، وانا حاولت افهم معاهم مفيش فايده. فانا كان لازم احل النادي. طبعا انا حياتي صعب جدا، كبير زي الزمالك والاهلي هي كبير، عندي فرصه على فكره كده ان انا احل الاهلي، بس طبعا قصه معقوفه يعني ايام ابو كابتن صالح الجديد. فطبعا ما حصلش، فانا حكيت لازم كلمت رئيس الوزراء، قلت له الزمالك كان له قرايبه موجود
مجلس اداره فيها كرئيس القطار، وقلت له قال لي خلاص حل. بعد شويه طلبت يعني طب ما تحل بالمره اتحاد الكوره. على فكره اتحاد الكوره اتحل مرتين وما كنتش انا السبب، مره رئيس الوزاره ومره كابتن مبارك. انا فاكر. وانت فاكر كنت بتتكلم معايا. فكان لازم تختار حد. فكان الاسماء اللي قدامنا دكتور كمال درويش الله يرحمه، قبيله يعني كانت النهارده رائع كيف جدا 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 واخد بالك، وكان هم اللي قدامنا تقريبا من الثالث فاكره دلوقتي. فانا كنت الدكتور جنزور قلت له والله قدامي كذا، فانا دكتور كمال درويش انت راجل تخصصه وتاريخه وخبرته كلها رياضه كره وبول الحاجات دي كلها. فطلعت القرار يوميها اختيار الدكتور كمال شويه اختيار الكاب انت لبت الباسكت كان نفس الباسكت وعازم بيتا فولي والسباحه كانت مجموعه كلها مجموعه كانت. والدكتور كمال جاب مش اقل من بطوله يا دكتور ولا كام بطوله جبتها اياميها؟ 13 ولا 16 مش فاكر. طبعا تاريخ كبير الدكتور كمال مفيش عمله واخد بالك، ورفع قضيه اهو وحاولوا تشكيله وبتاع يعني المهم قصه طويله غير. لكن الدكتور درويش كان فيري جود ستارت، كان ممتاز انه رجل استقال يعني رجل مناسب جدا. الدكتور كمال شخصية أستاذ الناس كلها أستاذة كلها في التربية الرياضية يعني ده تاريخي دكتور مصطفى. و عايز أقول كلمتين إن الدوري الإنجليزي في البريس ليج اللي هم الأول والتشامبيونز ليج اللي هم اللي بعدهم اللي بتطلع ثلاثة اللي بيطلعوا ياخد 60 مليون استرليني 60 مليون من الرابط الاداري. انت عندك قطع كاس محطوط حاجه لانك انت كمان فرقك نادي الاتحاد شغال ومحتاجه فلوس. النادي الاسماعيلي على سبيل المثال والمصري او الاسكندريه بياخدوا 30 مليون في السنه، ما يجيبوش لعيب فيهم الاهلي او الزمالك. فطبعا انت عندك حيتامه مفقوده عايزه تفنط الكوتشينه تاني وتنسى امامك. يا دكتور الخط خط قطع. طيب احنا معانا الدكتور عماره رجع لنا تاني اهو. يا دكتور معلش الخط قطع معلش. لا ولا تسالش ولا يهمك. طيب دلوقتي انت لو عاوز تبعت رساله كده جميله تبعتها للدكتور كمال في شخص وهتقول له ايه؟ اقول له هو انا ده سلبوتي انا للمحارب ان يستلم. وانا بقول لنفس الكلام ده. دكتور درويش لا يجب ان يستريح. خد بالك. نعم. انه خبراته وامكانياته ومهاراته وفكره كبير جدا، وانا سعيد ان الدكتور اشرف صبحي يستعين بيه. طبعا هو استاذ الدكتور اشرف رئيسه وكان استاذه، واتمنى ان شاء الله لا يتوقف انتاج وسعادته الرياضه والشباب في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عبد المنعم عماره بقى والنبي ما تتقلش علينا وعاوزينك معانا لو سمحت معانا في حلقه. انت بتدفع كام دولار يا مصطفى؟ لا هو في دولار. ما انت قابلت الشيخ طلال تلاقيه خدت شويه ولا يعني شويه بسيطه كده. سعيد سمعتك يا دكتور مصطفى، صديق عزيز، وتحياتي استاذ دكتور كمال كده. شكرين. الله يخليك يا دكتور. متشكرين يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. مع السلامه. طيب نبدا نتكلم بقى في نادي الزمالك. انت قلت لي مين اول ناس عرضوا عليك انك تيجي نادي الزمالك؟ بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقه الليله مع الاستاذ الدكتور كمال درويش.